تعهد المترشح عن الدائرة الانتخابية منزل تميم حسن بوسامة في تواصله المباشر مع المواطنين بحل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتسوية وضعية الفلاح بالجهة. الفلاح اللي اعتماد خاصنا على تربية الماشية لهنا اللي كانت تمثل أهم نقطة قوة في جهتنا، لكن اليوم أصبحنا نجيبوا الماشية من جهات أخرى. هذاك علاش اليوم نحاولوا كذلك التعاضدية الفلاحية اللي كانت موجودة في منزل تميم نحاولوا نشوفوا لها وضعيتها ونعاودوا نحيوها باش الفلاح على الأقل يلقاو منين ياخذوا الأدوية والأسمدة اللي تعاني منها الجهة، ليوصل عددهم ل 4500 فلاح في الجهة. كذلك عندنا هنشير فرجون اللي يمسح 600 هكتار واللي صارت عليه دراسة لكن لحد الآن ما تم فيها شيء، حاولوا أن ننميوه ونستغلوه 600 هكتار اللي تنجم تغطي الجهة خاصة في الناحية الرعوية. كما تعهد المترشح بتركيز المجلس الأعلى للتربية والنهوض بقطاع التعليم العمومي وتحسين وضعية المربين إضافة إلى تحسين القطاع الصحي بالجهة. وعن الدائرة الانتخابية ذاتها، أكد المترشح عبد الحكيم الشعباني خلال حملته الانتخابية على إرساء مشروع الاستثماري للحد من البطالة والمحافظة على المخزون التراثي للجهة. عبارة على مسلك إيكولوجي بيئي ينطلق من شواطئ منزل تميم ومر عبر أريافها، نذكر مرة من الرينين، الزدين، القبة، الغريس، السقالبة، الوديان، تمزرات، وديانها وسدودها ومسد لبنى، سد الملاعب، سد قيتول، لينتهي في شواطئ منزل الحر الجميل. خلال المشروع هذا سيتم تثمين كل المخزون التاريخي والثقافي والاجتماعي للجهة، وبالتالي خلق فرص جدية للاستثمار للعمل للشباب والمرأة، وإن شاء الله يوجهنا ربي خير وننجم ونحققوا المشروع هذا اللي نصوروه. احنا عندنا برشا أحلام باش يحل برشا مشاكل وبرشا آفاق للشباب والمرأة وخاصة الفتاة الريفية. كما تعهد المترشح عبد الحكيم الشعباني بتذليل الصعوبات اليومية التي يعاني منها مواطن والجهة وتحسين الوضع الصحي والفلاحي.